قدرنا ان احنا نصدر بطولة الدوري العام. شايف النهارده المباراة ازاي؟ الأداء والنتيجة شايفها ازاي النهارده؟ الحمد لله، المباراة كلها مكاسب بكلها أمان. المكسب الأولاني إن أنت دلوقتي في صدارة الدوري بمباراة أقل من النادي الإسماعيلي، عندك مباراة مؤجلة، والنقطة الثانية إن أنت ريحت عدد كبير من اللعيبة، والحمد لله الأداء ما تأثرش ولا النتيجة، وحققت مكسب كويس. وحتى كمان زيادة إن أنت عملت أداء، أنا شايف إن هي من أفضل مباريات السنة دي للنادي الأهلي، خاصة الشوط الثاني بتلعب كرة شكلها حلو. يعني إحنا قاعدين بره حاسس إن في فرق كرة في الملعب، وحتى مع اللعيبه اللي دخلت على الفرقه كلها النهارده دخل عناصر كتيره جدا وناس بتلعب مش في اماكنها، ايمن ومحمد هاني، والامور الحمد لله ماشيه بشكل طبيعي جدا وافضل من الطبيعي كمان. يعني فزي ما قلت لك كلها مكاسب كبيره جدا الحمد لله، بنحمد ربنا عليها ونتمنى انها تستمر. يعني اخيرا مباراه المقاصه شايفها ازاي؟ استعدادها هيبقى ازاي؟ زي ما بنقول دي الوقت يمكن بيسبب ازمه شويه، لكن احنا متعودين على كده. الاستعداد هيبقى ازاي والبرنامج هيبقى ازاي لغايه مباراه المقاصه؟ لا يعني استعداد طبيعي جدا زي اي مباراه، احنا كل مباراه بنركز فيها، مستعد فيها، تتفرج على الفرقه اللي لعيبه بشكل كويس جدا، بتدرسها بشكل كويس جدا، بتعمل حسابها بشكل كبير جدا، سواء فرقه كبيره او فرقه حتى صغيره. فالحمد لله، وده اللي هيحصل مع المقاصه وهيحصل ان شاء الله مع الاسماعيلي بعدها. ربنا يخليك.